بتشهد محافظة الأسكندرية تعطل في الحركة المرورية بسبب غرق الطرق بمياه الأمطار، وذلك في إطار موجة الطقس السيء التي تضرب المحافظة منذ 4 أيام. من جانبه أكد اللواء رضا فرحات محافظ الأسكندرية على أنه تم الدفع بسيارات الشفط والمعدات اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة منعا لتراكم أي كميات مياه، وأن المحافظة تعمل بأقصى جهدها لمواجهة أي أزمة لتصريف تراكمات لمياه الأمطار. وأشار إلى أنه مع بدء هطول الأمطار منذ لم تشهد المحافظة أي أزمات مثل العام الماضي، والأمور تسير بشكل جيد وطبيعي.